مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من قلب العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه مدينه الدار البيضاء كما كتشبعوا معنا الان. هذه الشابه المطلقه عندها جوج ديال الوليدات اللي مازال صغار، ساكنه هي وياهم في بيت بعد الطلاق. سكنت في ذاك البيت ما فيهش راجم، يعني ثمن بنتها مرضاتش بالحساسيه لانه بيت مظلم ما فيهش راجم، الى جانب هادشي انها حاليا مهدده بالتشرد هي وجوج وليدات، يعني ما عندهاش باش تخلص الذكرى وما عندهاش باش تعيش. يعني مازال هي كتقول ان ماكله الكرش انسان يصبر فيها، ولكن التشرد والزنقه حتى حد ما يقد عليها. فحنا كنتمنوا من المغاربه والمحسنين من داخل ارض الوطن ومن خارجها اللي يقدر انه يوقف معها ويتساعد معها، يتصل معها في الرقم الهاتفي 0624 64 18 65، 0624 64 18 65. يعني عاود ليا من الطلاق ديالك كيفاش بدات المعاناه؟ خويا ملي طلقت خويا انا في المشاكل انا وليداتي، يعني ملي قبل ما نطلق كنت كاري واحد البيت زوين فيه الصاجيم وكبير متسع، ودابا حاليا خويا ملي طلقت لدابا كيعيس بيت، يعني على قد الحال ما فيه لا صاجيم لا والو، ما فيه حتى الكولوندير ما كاينش كاع، حس الكولوندير ما كيدورش فيه، يعني بيت ما فيه لا صاجيم لا حتى شي حاجه، تستخدم الكوزينه ولا المراحل ولا لاكو ما كاينش. كريتو ب 12000 ريال دابا مؤخرا، ما نكذبش عليك ملي كريتي داك البيت وانا ساكنه فيه، يعني كنخدم خدمه على قد الحال، يعني ما خدامش شي خدمه خويا اللي عندي مدخول شهري ولا ما عنديش. مؤخرا خويا دابا مولا الدار كتسالني الكرا وعلمتني، قالت لي خبي لي من حالي. انا قلت لها ما عنديش فين غادي نمشي، قالت لي انا ماشي سوقي فيك سيري في ما عجبك خلصي لي رزقي وخبي لي من حالي. قلت لها انا ما عنديش باش نخلص لك، قالت لي شوف واش تخلصي لي غادي نحل لك حوايجك الزنقه. قلت لها انا ما عنديش صافي، ملي قلت لها ما عنديش قالت لي انا ما عندي ما غادي ندير لك. سامر بنتي مرضات لي بالحساسيه، دابا ولات في الضيقه، يعني ولات كدير جوج ربع بس بسبب داك البيت. يعني ملي كنت عند الطبيب كيخرج يدو ما كنلقاش باش ناخذ، ولا دوك ربع بس كاينين شي ناس هما اللي كيتعاونوا معايا عليهم باش كناخذهم لبنتي باش كتنفس. يعني هذه الخنقه اللي في 100 مره هي اللي مرضت لي بنتي. ودابا خويا حاليا كنطالب من الناس المحسنين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن يتعاونوا معايا باش نخلص لهذ السيده المحل اللي انا كاريه عندها، ويتعاونوا معايا باش نتحول لشي محل اخر اللي غيكون فيه الصراجم ويكون متسع. يعني هذاك البيت واخا شويه كبير ولكن ما فيهش الصراجم، يعني الضو ما كيدخلش، انا ما شعلتش الضو بالنهار ما كنشوفش ولادي واش حدايا ولا، يعني فيه الظلمه بزاف. يعني انا كنطر بالنهار كنشعل الضو فيه، علاش كنبقى ناكل ونشرب يعني النهار كامل؟ يعني مؤخرا المده الاخيره كاع صافي تازمت بزاف، يعني ما بقاش عندي باش نصير على ولادي باش نخلص لا كيرا لا ما لا ضو لا شي حاجه. واخا ب 12000 ريال ماشي بامكاني اخويا باش غادي نخلص هذيك 12000 ريال، ما عنديش اخويا باش غنخلص، وما عنديش اخويا باش غنخلص هذاك الماء والضو. يعني ما نكذبش عليك دابا حاليا قلت لي ما خلصتش ليا الكرا ما خلصتش ليا الماء والضو، غنقطع لك الماء ونقطع لك الضو. يعني دابا انا ما نكذبش عليك انا بغيت دابا شي حد اللي غيعشقني نخلص هذيك الشهر اللي عندي، ونقدر نطلب راس خليني نزيد شهر واحد اخر على ما لقيتش باش غادي نتحول لمحل اخر. يعني انا ما بقيتش باش نتحول حتى لمحل، يعني كنخدم خدمه يعني نهار بنهار، يعني ماشي كنخدم شي خدمه اللي رسميه، كنخدم اخويا خدمه نهار بنهار. هي اللي خدمت كنخدم كنجيب 1600 في النهار، 100 درهم في النهار، 100 درهم كي غديري ليها غتوكلي تاكليها تكسي بها ولادك سعاو شري لهم بها سعيدي لهم بها كي غادي ديري. يلا خويا مقاتل خويا مع الزمان، راك عارف جوج الوليدات ومراه مطلقه يعني صعيب عليا الحال، حتى لخرجتي تخدم حتى في شي قهوه تخلي ولادك هضرت الناس واعره كيبقاو يقولوا فين مشات فين خلات ولادها. يعني ديما مطلقه في عينين بنادم ديما كتكون خايبه وكتكون ما كتكون في عينين بنادم ديما ما مزياناش. يعني انا ما نكذبش عليك اخويا، يعني ساعه العائله ما عنديش، العائله اللي يحنوا فيا ما عنديش، عندي الوالده مسكينه مرا كبيره ما عندهاش 5 سنين حتى باش غادي تحن فيا، يعني هي مسكينه خاص اللي غيحن فيها، وانا انا بعدا ما نكذبش عليك ما عطانيش الله باش غادي نحن في الوالده ديالي. انا حاليا وي كتجي عندي الوالده ديالي مسكينه داك الشيء اللي قسم الله كتاكلوا معايا تشاركوا معايا وكتمشي مسكينه، يعني هذا الشيء اللي كاين. يعني مسؤوليه تاع جوج الوليدات صعيب عليا الحال بزاف، يعني حتى السيد اللي كتسمى جوجه بيه طلقت منه ما هز ليا لا صاير لا حضانه ديال الاولاد لا حتى شي حاجه، يعني ما حابس عليا الصاير ما كيعطيش ليا صافي ما نكذبش مع يعني ما لقيتش باش غادي ندعي باش غادي ناخذ رزق ولادي، ما لقيتش باش غادي ندعي.
يعني دابا انا كنطلب من الناس المحسنين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن يتعاونوا معايا، الله يرحمني من والدين يديروا لي ختهم يديروا لي بنتهم يديروا لي يعجبهم، هاي تعاونوا معايا باش نخلص الكره باش ما نتشرطش انا وليدي في الزنقه. يعني انا لا تشرط للزنقه وخرجت للزنقه، يعني ما عنديش اللي غيشوف فيا في الزنقه وما عنديش اللي غيدخلني حتى على البرد اللي كيكون في الليل. يعني راه ما نكذبش عليك، الزنقه بنهار كاين بنادم كيدور ولكن في الليل كتقطع رجل، يعني ما كيبقاش بنادم، يعني كل واحد اي واحد عنده شي باب كيسدو عليه وكيدخل كينعس. الزنقه بالليل كتبقى خاويه، الزنقه كلها دياب سوا بالليل سوا بالنهار، الا ما حبيتيش راسك ما تعرف اش كيوقع. يعني وجوج الوليدات مسؤوليه صعيبه، لو وقعت لي شي حاجه با مخا مكعباني لا صير لا والو ما غاديش يرحمني، يقول لي انت ما غاديش ليهم البال. يعني انا ما نكذبش كتاب لقيت شي واحد يتعاون معايا خلص لها الكره ديالها، يعني غير يوميا كتجي عندي بالضبط لي راسي كتقول لي خلصيني ولا خوي لي محال، كنقول لها ما عنديش كيعيو الجيران ما يهضروا معاها باش تصبر عليا، كي تقول لهم شوفوا ما نصبرش عليها خاصها تخلص لي رزقي. انا كنقول لها ما عنديش كشويه لا ما عنديش انا ما ندير لي خلصي لي بقاي خوي لي محال ما بغيتيش تخلصي لي ما عندي ما ندير لك، المهم غتخلصي لي. يعني انا ما عنديش باش نخلص ليها، انا دابا بقيت شي واحد يتعاون معايا باش نخلص لها الكره ديالها، نخلص لها باش نبقى انا وليداتي في الدار، ما بغيناش نتشردوا للزنقه. هادشي اللي كاين اخويا، الله يرحم الوالدين اللي غيتعاون معايا، الله يجازيه بخير، الله يرحم لي الوالدين من داخل ارض الوطن ومن خارجه اللي بغا يتعاون معايا، الله يجازيه بخير، الله يرحم الوالدين، الله يجعلها لي في ميزان الحسنات، الله يجازيكم بخير. هادشي اللي غنقول.